خوف من التغيير خاصة في مستوى هوفنهايم، لأن الفرق الكبرى تعتمد على دكة احتياط. وراجع لوجه والهدف. ماذا هنالك؟ الثواني الأخيرة، والبومبر لوكا دوني يسجل الهدف الثاني. 2-1، 2-1، وجاء الانتصار. خلاص انتهت المباراة، وفات المباراة. لوكا دوني لم يكن محفوظا، وأنا كنت أتحدث عن دكة احتياط هوفنهايم يجب تدعيمها، لكن هذه هي الفرق الكبرى. بايرن كبير وسيبقى كبير. بايرن يعني يستغل هذه اللقطة والفرصة والكرة والهفوة الدفاعية من إيفرتسبرغر، وبايرن